واخيرا والحمد لله الوليد رامي العجمي اخيرا ماشي انتقل الى مساحه قوه الامن الداخلي بالمرسى باش ياخذ فرصه في الحياه، باش ياخذ فرصه في حياه افضل، باش تلقى رعايته من بعد ما تاخذ رعايه صحيه كامله سواء في القطاع الخاص ولا بقسم الانعاش من مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبه برئاسه الدكتور منير ابو عزيز وكافه الاطارات الطبيه والشبه الطبيه. الف شكر لهم على كل المجهودات اللي قدموها ولمده شهرين وهم معناتها يعالجوا فيه وبراه وليد براه، ثم متابعه صحيه لوضعيته على مستوى الحركات على مستوى معناتها المساج وكل شيء باش يقوم وهو لاباس. قدره الله قدره الله يرجع لنا رامي لهنا على السبيطار ويجي يطلع علينا ويجي يطلع علينا هو على سقيه ويجي يطلع علينا هو في صحه جيده ان شاء الله. انت يا مدام انت راك امراه فاضله واحنا نعتز بك زميلتنا، انت ام مثاليه واحنا من هنا تو شهرين واحنا نعرفوك شنو قاعده تقدم فيه من اجل ولدك ومن اجل صغيراتك. يعطيك الصحه وراك تستاهل قبله على جبينك. يعطيك الصحه يا مدام وربي فضلك وانت نعم الام وانت نعم الام ونعم الوالده. نحب نشكر كذلك سي ابراهيم اللي هو كذلك كان مواكب معانا الفتره هذه كل كل التحيه والتقدير لكل من تدخل باش تسهل نقله رامي الى مساحه قوه الامن الداخلي بالمرسى. الاخ الامين العام نور الدين الطبوبي والاخ ابو علي المباركي وكافه الاطارات النقابيه انتقلوا لهنا لقسم الانعاش وزاروه ووعدوا انهم باش يدخلوا ودخلوا لكافه المسؤولين باش تقع نقله الوليد رامي الى باش ياخذوا فرصته كما قلنا في علاج افضل. كذلك السيد والي سفاقس كذلك مشكورين كذلك لحد اليوم تدخل كان حاسم من طرف السيد وزير الداخلية وكذلك معناتها عدة إطارات والإسعاعات الناس كل اليوم الجند والعباد الكل باش تقع نقلة الوليد رامي إلى القسم إلى إلى إلى, إلى, إلى تونس إلى المرسى كما قلنا لعلاج أفضل. تحية تقدير لأعوان الصحة من مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة للأخ والناس حاج إبراهيم اللي معناتها تطوع باش يتولى نقلة رامي إلى تونس. كذلك تحية كبار وتقدير لعضو النقابة الأساسية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة الأخ محمد التركي المبنج اللي هو مش يرافقه باش يسهر على أنه يوصل غديك في صحة وطيبة إن شاء الله. تحية كبار للناس كل، احنا سعداء انه اخيرا مشيرك معناتها اعطاه فرصة لحياة افضل كما قلنا وفرصة لعلاج افضل. ان شاء الله في المستقبل ما نلقاو الصعوبات كما ريناها تو، وان شاء الله في المستقبل نلقاو اكثر سهولة في علاج المرضى نتاعنا. مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة مؤسسة عريقة، مؤسسة عظيمة، مؤسسة بخلاف ما قاعد يروجوا لها عدد اطراف انه معناتها يمكن الخدمات الصحية هنا معناتها ماهيش متطورة، لا لا، هنا تنقصنا لا الامكانيات المادية والامكانيات البشرية. مؤسسة اللي العجز المالي فيها 42 مليار واللي ما يقارب على 180 عون اللي خرجوا وما تعوضوش، هذا مستحيل انه المؤسسة هذه تنجم تواصل. المؤسسة هذه معناتها قاعدة تتعالج في 7 ولايات، قاعدين يقدموا في خدمات جليلة جدا، في خدمات عظيمة، وما هو ماشي يأثر فينا، لا الحملات، لا الدعاية المضادة، ولا التشويهات، ولا محاولة الإحباط. مستشفى قائم على سقيه، قاعد قائم بواجبه الوطني في رعاية كل المرضى من أي مكان جاء، كل المرضى غني ولا فقير. وبارك الله فيكم وشكرا مرة أخرى، يعطيك الصحة يا مدام. يعطيك الصحة. نشكر الإطار الطبي الكلي بالمستشفى الحبيب بورقيبة اللي قاموا برعاية رامي ولدي هو أكسيدونتي في غيبوبة وقاموا كان بالواجب والحمد لله لاباس فات مرحلة الخطر. وسي عادل الزواري اللي قام معايا بكل جهده باش نحول رامي للمرسى مدة شهرين هو راقد لهنا، ونشكره جزيل الشكر خاطر قام معايا بكل الوسائل. وسي ابراهيم جدي بشرني من الريحانة وهو معايا واقف معايا بكل جهده، وان شاء الله وصلنا الحل فاضل، وان شاء الله يقوم لي رامي بلباس، وان شاء الله يجي يشكرهم هو على عين المكان، وان شاء الله يلقى العلاج
الطبي أفضل في المساج وفي كل شيء، وبارك الله فيهم الكل بحياة روسهم، وتونس مازالت برجالها والحمد لله، وسيد الوالي وسي لحبيب الطبوبي والكل اللي نور الدين الطبوبي اللي جا على عين المكان وزاروا ولدي ووقفوا معايا ويعطيهم الصحة ونشكرك. وحاجة أخرى أنا من قبل ما ننسى باش ما ننساش باش نعطي كل واحد حقه، كذلك تحية كبار للبنية سلسبيل مراد اللي يعني موجودة في تونس واللي هي معناتها تعرف الوليد يعني واللي هي اللي أول ما اتصلت بيا باش نجيها باش نجي للبنية باش نتلبي يعطيها الصحة وبارك الله فيها. يعطيها الصحة ومشكورة وقاعدة تسعى حتى في تونس قاعدة تتصل. الله يسلمك. وقاعده واقفه معاه. وهذا في صلب العمل النقابي، والعمل النقابي يا يكون انساني او لا يكون. هذا داخل في عمل النقابي وما هوش ماشي يتمكن اي كان من انه يحيدنا على المسار هذا. العمل النقابي عمل انساني، واذا ما يكونش عمل انساني فهو لن يكون هناك عمل نقابي. ان شاء الله مشكورين بكل والحمد لله ان شاء الله. اهلا اهلا لا 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 Yes, let me cut it. Allah is good.